كان احنا عائله نتالف من صبي وبنت، وتجوزت ما توفقت. الحمد لله الله اعطاني صبي وبنت، كانوا صغار يعني ربيتهم شوي شوي. اهم شيء كان عندي بالنسبه لهم المدرسه انه يدرسوا. عشت كتير عذاب لربيتهم، نمنا على البحر، اكلنا من الزباله. ربنا بعتنا مؤسسه كتير وقفت معنا، ولحد هلا بعدها واقفه معنا. وعاشهم هالاولاد على كل شيء الحمد لله، يعني كبروا شوي شوي. بعدين قررت يعني الحي اللي احنا ساكنين فيه وهيك بخاف عليهم، لاني اذا بدي اقعد ما فيني اطعميهم، بدي اشتغل. اضطريت بحط الصبي بميتم وصار يدرس والحمد لله. وعندي صبي كتير يعني قنوع، كمان بالميتم كان يديروا مبالم عليه شاطر. اضطريت كمان بحط اخته لانه شوي شوي عم تكبر. صبي كتير مهضوم يعني، اي شيء بده اياه، مش لا ماما هيدا بدي اياه، بس الله يرزقك جيبي لي هالشي. وطبعا ما في ام تحب تحط ابنها ميتم او يكون بعيد عنها، بس انا لو قادره، انا بغربه، لو قادره اني بدفع لاولادي ما كان حطيته بميتم. بس مش عيب كلمه انسان يحط ابنه بميتم او يحط ابنه بداخلي لمصلحته ولحياته. وعندي صبي كتير مهضوم يعني، انه براءته صح تركت بيو، كان عمره سنتين ونص ما بيعرف بيو، بس اذا يشوف بعرفه بالصوره، اذا يشوف مثلا اي حدا هيك شبه لبيو يقعد يبكي اللي بيي. البنت كمان نفس الشيء، عشنا على بساطة والحمد لله راضين بكل شيء. الصبي كان يروح طبعا بالميتم، يجيبوه على مدرسة ويرجع يروح يجي لعنديك الخمستاشر يوم. كان بالميتم وجاي من المدرسة، ما قعد عندي بالبيت، درسته، كان عليه درس بدي درسه درسته. كان في ماتش فوتبول، قال لي ماما بدي انزل احضره، عنا بالحي طبعا، قال لي انا بدي انزل احضره. انا بخاف عليه، انه الشغلة المميزة انه اسود سرلنكي وهيك، وقد ما كان يعني هذا صار شاب طبعا، ما بحب يعمل مشاكل. هو من نوع اذا حدا ضربه يقول لا، المسيح قال من ضربك على الايمن دير له الايسر. كان في عنصريه كتير، مشان هيك بخاف عليه. حضر الفوتبول 12 ونص، نزلت جبته من الحي، اجى قال لي ماما بدي بطاطا. قلت له ما حعمل لك هلا، لا بدي بطاطا. عملت له بطاطا، سهر شوي على التفيه ونام. نمنا، كان الدنيا برد 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 برد. بتفاجئ الباب، عندي اوضه الباب صار على الارض، الصبي نايم حدي، اخته طبعا بالميتم نايم حدي. الصبي شوف شي 10 11 فاتوا علي، مين 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 فايتين علي بالبواريد. الصبي بعده غفيان، مخابرات خير، ما حكم معي شي. فاتوا مطبخ صغير، طلعوا قالوا له شو اسمك، فيقوا شو اسمك، نايم بالشيال وبالشورت. قال اسمي كذا كذا، قوم معنا كلبجو. بس انا ام وين وين، ما الك خص، ما عاد تسالي عنه. طب ابوس ايدك، وين رايح، هو يعرف شو في. الباب على الارض، وقفت شو بدي اعمل. اخذوه بس بالشيال والشورت وحفيان، ضليت واقفه وين بدي اروح. طلعت الساعه 5 الا 5، قعدت ابكي. المهم لما قالوا لي مخابرات صرت اطلع، بطلع لفوق، ناس يقولوا لي فوق، ناس يقولوا لي تحت، ناس يقولوا لي هون، ناس يقولوا لي هون. انا 7 ايام ما بعرف شيء عن ابني، بس دايره ما معي مصاري، بتدين من هون 5000 ومن هون 10000. يعني موقف انه، والطفل هيدا يعني قد ايه عمره، انا شو بده يتوقع يعمل. واللي قهرني اكثر شيء، انا اكثر شيء بهالمشكله هاي كلها، وانا جاي من الدكان، الرب شاهد شو ما بقول، انا هاي اكثر شيء مضايقتني. قال لي بدي بسكوتة أونيكا، أونيكا حقها 250 مع عصير 250، هاي أنا ما بنساها. قلت له ماما معي ألف، أنا بشتغل بالبربير، بروح ألف وبرجع بألف، ماما معي 2000 بدي روح فيهم وإجي، إذا بدي أشتري لك هلا بألف كيف بدي أرجع؟ قال لي خلص ماما. هذا الموقف ما أنساه. رجعوا بس عرفت وين، ما رضوا يقولوا لي، دقوا لي من مخفر أحبيش، رحت، قال ما في، عملنا له تحاليل ما في أي شيء أي شيء. طيب عجديدة كل يوم بروح وبودي اكل، ما بيخلوه يحكوا يحكيني شيء، بس حطي الاكل وروحي. بعدين ابو عبده
بركض وراه شفته هنيك بقول له ماما شو عامل، يقول لي ماما ما عامل شيء. طبعا حولوه على رومي، قريت قرار الظن ما مخلين اي تهمه الا ما حاطينها، يعني التهمه اللي هو حاكي اللي حاطينها في ابني تعمر لي بنايات، لو ابني فيها ما بروح بمسح انا بالبيوت، ما بروح بشطف دروج، الشغل مش عيب، بس انا الولد تصوره محاطينه حرامي، حاطينه مهرب اسلحه، حاطينه بده يبكي على هالحرامي، ما معه 1000 ليره يشتري اونيكا، ما معه بوطه مخزوق الميتم لحتى هو يجيب له. ما علينا، طلع على رومي ولا منحط بين الحبس بين المجرمين احداث وي علينا. طبعا انه حتى بدي اوكل له محامي، انا ما قدرت اوكل له محامي لانه انا مطلع بس ما معي حضانه عليه، لطلعت على المحكمه لجبت له، كان ماضي عليه هيك ايام وشهور بركض منين بدي اجيب، من هون من هون، اتدينت من كل العالم، ما بقول ما حدا وقف حدي، بس انا اللي وقفت حده ما وقف حدي، بس اللي ما وقفت حده ما توقعت يوم من الايام انا بوقف حده وهم وقفوا حدي. قلت شو شعور الام؟ اخته ما حكيتها، سمعت قلت لي ليش ما تقولي لي؟ بس ربنا اذا ابتلاك يرجع. قلت لي ماما هاي رساله من عند الرب، يعني اذا خيي لو دعسه مكسكن او دعسته سياره يمكن احنا ما عاد نشوفه، خيي الحبس مش مشكله حيطلع، السجن ما بيسكر احدا. كانت هي البنت عطول تصلي، وين ما تروح كنيسه تصلي تدعي، صلم لخيي. قلت لي انا واثقه بخيي، في ناس خيك حرامي، يعني هي ما بتحسسني انه ما تاثر فيها، بس انا كأم تاثر فيها، تقول لي ماما انا شو ما حكيت الناس انا بعرف خيي، انا بعرف خيي. بطلع باخذها على رومي لفوق تفتيش، طفلة صغيرة هذا من حقه، ما بقول لك لا، توقف ساعتين ثلاثة لنقدر نفوت لنقدر نروح نشوفه ونصبره. كلمتي الوحيدة اللي ماما إن لو عامل شيء ما بزعل بستحق، بس أنا بنحب الظلم. بالمدرسة كان الأولى، راحت عليه مدرسته، راح عليه كل شيء، رغم هيك طلعته بكفالة، دينت لحتى طلعته، رغم هيك ظلم سنة وطلعته. وصلنا الأمن العام، الأمن العام كمان كل شيء حق، ما فينا نقول أكتر من هيك، كمان نوقف بالدور وهيك. طلع أعطوه 3 شهور، يعني كل إنسان يكتر خير وقف معي. وفي كلمة أحب إلا لكل مسجون لكل سجين، إن كان عمل شيء ولا ما عمل شيء، اللي يعرف مزلة أمه ولا أخته لما توقف من مكان لمكان أو تنزل، أنا هاي كلمة يمكن ابني ما بيعرف فيها وما بدي أجرحه فيها. أنا في ناس طلبوا معارضي ليعطوني 10,000 بس، 10,000 ليعطوني. الحمد لله حتى ابني طلع قال لي ماما آكل شو ما أكل. لهلا ابني صباته مغزوم وما أجيب له، مكسورة على جار البيت، مش إني أنا عم بشحد، لا، شغل اللي كنت أنا بشتغل معهم ليش وقفت مع ابني آخر فترة، بس قالوا لي جبنا غيرك بعد 16 سنة شغل. الحمد لله أنا ما نزعل أنا. وقال لي ماما اللي فوت لجوا على السجن ما تفكر إنه هو عم يتربى، اللي مش متربي ببيت أهله ما حيتربى جوا، لأنه كل شي فيه جوا، كل شي فيه جوا. ابني مضروب كان، ابني فيه كتير شغلات مشخطة بجسمه، بس ما بيحكيني مشان ما بيجرحني، لأنه الحمد لله. بس أنا بحب أقول لكل ولد أنا كتير تعذبت وبعدني لهلأ بتعذب. ابني عاش بوضع إنه كان بمدرسة وميتم بين ناس صلاة وهيك، يروح يتفاجأ على محل كل إنسان شكل، يكون نايم ينقز، أنا ما بنام. أنا لما كان بالحبس إذا واحد يقول ماما بقول إجا ابني، إجا ابني، ولهلأ يقول الحمد لله ما أنا زعلان أنا وما أنا خايف، ماما بدي أشتغل بس لوقف حدك وساعدك. ابني طلع من السجن لهلأ أنا عم بطلب بتدين بس حق ربطة الخبز، بس ما بدي حاسس انه انت السبب ولا انت شيء، لا والله يسامح كل واحد تبلى على ابني، انا بسامحه ويفك اسره. طبعا يعني ابني لما كنت اروح اشوفه مش ابني، من اي ناحية بقول له خايف، اللي ماما ما انا خايف، بس الوضع اللي انا فيه هون بحياتي انا ما نفايته، يعني بتطلع على الولد عم يضعف، بطبخ له مشان ياكل، عم تاكل يا امي؟ ايه عم باكل. طلع على جسمه مثل السمك عم يكشر، من شو؟ اللي ما بعرف،
بروح مثلا لهنيك المكتب الاجتماعي لك بوس ايدهم بس لحتى يخلوني افوت له من جوا او من برا. ممنوع اي شيء تشتري انه شيء يدهن جسمه. ايه عم بيشوفني الدكتور ايه بس نفسيته كتير كان مش كخوف انه اللي انا ما نعامل شيء وخلص صرت هون بس الوضع اللي انا فيه ماما ما مش هيدا هو تشوفوا يا مخرمش من هون يعني مره ضاربينه جوا اللي لا انا حكيت كنت بالجمعه بطلع مرتين مشان اعطينا انا حدك بشوفه واقف على الشبك يعمل لي ماما من فوق. الشغله اللي مأثر فيها انه ماما عم تطلع علي وعم يسكر اربع طقات طق 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 ومش قادر تعمل لابنك شيء وعارفين انتم الدوله روحي بكره وتحت وروحي بعبدا يومين نمت مره طلعت لفوق معي مبلغ قال لي بس مشتهي ماما جيبي لي بس مسكفيه. قلت له ايه جبت له ما قدرت اقول له لا يا ماما. جيت من رومي تقريبا للدوره لبعد الدوره ماشي مقابل صدقوني كانه قلبه حسه قال لي انت ديك الزياره الثانيه ماما انت قلتي معي مثلا كذا مبلغ وانت جبتي لي مسكفيه وجبتي لي صابون وهيك كيف نزلتي؟ قعد يحلفني بستر اخته وبالرب كيف انت نزلتي؟ قلت له لا معي. قال لي حلفك. قلت له هيك هيك هيك, هيك انا نزلت ماشي من رومي تقريبا للدوره يعني معلش. المهم اقول له ماما استحمل بس كان حلو بابني الشغله الصلاه انا كنت اشوفها. طلع طبعا هلا بس في شغله ما عم يقدر يحس حاله خايف اذا يشوف مثلا اي حدا لابس لو بدله جيش بدله عسكريه صار مثل كابوس عنده ما انا معه هلا اوراق ومشي حاله وانه ماشي فيهم لله يفرج علينا. ما تخاف انت بالاول ما عملت شيء وهلا ما عامل شيء صار مثل عقده عنده مثل عقده هو اصلا عنده ربو. انا 11 سنه وانا اداوي فيه من ربو المخدرات لما راح بيش احب اوضحها الشغله هاي. انا قعدت حضرت التحقيق مع ابني فحص قال ما عنده اي شيء الولد عنده ربو. بالليل لما هلا ينام صار الحمد لله الربو خف شوي بس صارت ابني عنده لهته اوسخ من الربو. اوف شو بك يا ماما كل شيء. هو من النوع الجبار بس بعده متضايق يصير يحكي لحاله مثلا ايه ما تقرب علي ما تضربني ايه قايم اشطف. هاي ما كانت بابني. برجع بقول الله يسامح اللي ظلمه الله يسامح اللي ظلمه. واذا يمكن انا كأم تقولهم هالمره هاي عم تحكي لانه ابنها. لا انا لو بعرف ابني غلطان وقلت له اياها وقلت للقاضي لو بعرف ابني 1% غلطان ما بركض وراه خليه يتربى ويستاهل لانه هو عارف انا كيف ربيته ما كنت اقصر عليه شيء حسب قدرتي. بس شغله قال لي ماما اعترف فيها انا غلطت فيها ماما انا ممكن قعدت مع ناس او مشيت مع ناس بالفوتبول كان هو يحب الفوتبول يحب الباسكت هو ولد اللي جابه كان معه اصلا بالميتة هو اللي جابه بس انا ما بلومه كمان للولد يمكن على الضرب لانه ابني اسم الله ما مخلين مكان فيه نشكر الرب ما مخلين فيه مكان الحمد لله من الضرب يعني الواحد على الضرب يجيب امه وابوه مثل ما قال لي ماما بجيب يمكن لو عكتر بعد زادهم علي ضرب بجيبك وبجيب اختي بس يلا ما مشكلة على كل حال وطول عمرنا عايشين هون في عنصرية في اشي بس هاي مش بلدنا ونرجع بشكر الدولة اللبنانية كلياتها من كبير لصغير استحملونا وضيفونا ببلدهم وابني خلق هون هو واخته اول كلمة ماما قالة بلبنان كلمة يا رب قالة بلبنان ويا يسوع قالة بلبنان واحنا ما بننسى لبنان كتر خيرهم شربنا ميتهم فتنا كنيستهم شو ما صار كل انسان ممكن يغلط او هاي رسالة من عند الرب. انا بشكر لبنان كلياتها ارض وجو وبحر وكل العالم وين ما بروح بضل بتذكر لبنان الله يفرج علينا ونرجع بلدنا لانه بلدنا احنا هلا ما مبين الوضع شو. انا عمري 17 سنة وهواية الباسكت اشرب مسكفيه واحكي على الواتساب. كنت عادي مثل كل هالشباب بدرس بمدرسة وبتعلم وماشي حالي كيف. وصلت لفترة اجى نهار من الايام عطلت 3 ايام من المدرسة لأسباب عائلية وكذا عطلت من المدرسة. الوقت اللي عطلت فيه من المدرسة فلتت يعني عنا بالحي وصرت ما فوت على البيت للساعة 6-7 الصبح وضلني طق حنك وما رد على امي ومدري شو وضر مع الشباب وضلني مع اوسخ شباب
ما ماني سئلان يعني، بطل بدي روح على المدرسة وبدري شو. فبيجي نهار تالت يوم يعني رابع يوم بعرف انه شو اسمه صرت مطلوب ومدري شو، قام بيجي ايش الوقت وعبوني توقفت ايش مخابرات الجيش ووقفوني. فمثل هون رحت على مخابرات الجيش وتحقيق وكل شيء بقضية يعني شباب رفقاتي، قضية سلب ومدري شو مع شباب رفقاتي. فضلوا يحققوا معي حققوا معي حققوا معي ومع اصحابي حققوا معي ومع اصحابي لا يعرفوا انه اسألي خصة ومدري شو، لانه اولاد دعوة هني اللي جابوني، جابوني معهم بالدعوة بالدعوة اللي فايتين فيها وانا ما قلي فيها، بس اني لانه في طار بينه وبين واحد قام جابني منه لحال ما في اعمل شيء يعني لانه ما قلي حدا ومدري شو. فتوقفت وضليتني عم باشر التحقيقات وكل شيء وبرمتلي 7-8 فروعة وطلعت على رومية فوق على قسم الاحداث. طلعت لفوق اول ما وصلت عادي مثل كل الشباب، ما بقول لا في شباب كان كتير من عنا من المنطقة يعني ارتحت بحبستي فوق اول ما وصلت، مش انه تعذبت لانه في الي عالم فوق، بس انه قد ما كان قد ما الواحد يضل مرتاح انه في شيء انه خلص حريتك خلص وقفت، بطل في شيء اسمه حرية، حرية نفسية وكل شيء بطل فيه. فطلعت عادت فوق سنة وشهر وطلعت وكل شيء ومبسوط لاني طلعت، بس ما فات على الحبس انه شغلي ما بتروح هاي ما بتنسى، كل شيء بينسى مع هذا الشغل انه تعذبوا. اول شغله تعذب عذب امه عذب اخته، مش ضروري عم بحكي بس عني يعني عم بحكي عن مين ما كان، يلا بني ادم بفوت على الحبس انه اول شغله هو اللي انحبس ضامن عمره مدري كم سنه. طب مش حرام مثلا بقى شو اسمه بهالفتره اللي انحبس فيها كان في يطلع يشتغل شي شغله يجمع مصاري يعمل شي شغله تفيده، لا انه واحد هلا فات على الحبس خلص انتزعت حياته لو ظهر لبرا حيضلوا بحبس ذاتي برا مع المجتمع، كيف ما يروح كيف ما يجي حيقول انه هذا زلمة يوم من الايام فات على الحبس بقضية كذا وكذا وكذا وكذا، وما يروح حيطلع فيه العالم بوجهة نظر سيئة، فما في يمشي ورافع راسه مثل باقي الجماعة. مثل ما قلت صحيح طلعت من الحبس وكل شيء، بس بتجيني اوقات افكار انه لا انه بعدني انا ما سجين وكل شيء، سجين بالحرية انه عذبت امي وعذبت اهلي وشمشطت امي ونزلت لها كرامة 100,000 قصة كرامة انه تطلع وجيب لي اكل وتضل انه لحيتني وتبان لي ملف 100,000 قصة وخلص انه طيق بعين العالم بطلت مثل قبل. فهيك وانا يعني طلعت على الحرية ورجعت على الحرية عادي ما بقول لكم لا ومبسوط ومكيف وعين الله علي، بس انه كمان واحد تتغير نفسيته جوا بفوت لجوا بيتعلم اشياء عمره مش شايفها، في كتير اشياء جوا واحد مش شايفها برا بالحرية موجودة جوا بالحبس مثل المخدرات على سلاح على يعني فوت الواحد مغمضين عينيه بيطلع مفتح يعني بفوت ما بيعرف شو هي المخدرات، بيطلع بيوصف لك شو انواع المخدرات كلها ياتي السلاح، بيطلع بيوصف لك انواع السلاح مثلا تنقول لو واحد هو يا خيفات على الحبس وعليه قضية عادي لخي لقطوه بجر المشهود عامل هالشغله فايت مثلا تنقول بقضية سرقة بفوت على الحبس بدل ما يطلع انه ويتوب لا بفوت لجوا بيتعلم من الشباب اللي جوا بيتعلم كيف بده بس يرجع يطلع يرجع انه شو يكبر النشاط ويوسع الموضوع مع اصحابه ومدري شو. كمان الحبس ما بيربي يعني خاصة هون بلبنان يعني وبنومي كمان ما بيربي الحبس بجوا، ما انه حبس جوا لا عادي جني تاني ابدا مش حبس، بفوت الواحد بيطلع عادي بفوت لو بيربي الحبس ما كان الواحد فات مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ما كان فات، ما شو بيقول لك خلص لا تعرف تربيت اول مرة ما بفوت تاني مرة، بس لا في كتير شباب فايتين 8-9 مرات بفوتوا علي دخول 4-5 مرات وانا بعدني بعد ما طلعت اول مرة، لو الحبس بيربي ما كان مش اسمه، بس ما بيربي الحبس انه فلتان جوا والدولة منا سائلة والدولة ما له حق جوا تعمل شيء يعني ما يعني بفوت الباش يعني بده يجي يقوش ما له حق يحكيك ولا كلمة يعني جوا السجن هني الدولة جوا، فالواحد بيجي بيقول لك انه هذا فهذا نحبس مثلا نربيه كرمال عمل هالشغل وهالشغل ما بيتربى يعني ما اسمه ترباي، وانا هيك يعني هيك بوجهة نظر يعني من هالموضوع، بس وانه مثلا بيروحوا بيلقطوا مثلا اللي ساري مثلا شي شغل صغير رايح يوصل لياكو بروح بينحبس 8-9 اشهر، واللي فايت اتجار مخدرات ولا اتجار سلاح ولا شو اسمه بفوت بيقعد شهران وبيطلع ليه وين العدل؟ ما في دولة ليش يعني لانه وراء عالم وراء مصاري يعني هداك ما له حدا هذاك عم بدور على لقمة عيشه بفوت بيقعد 9-10 أشهر
هيك طب اخر شيء بتطلع كفالته فوق المليون 2 مليون يمسك حاله واذا قدر يدفعهم اذا ما قالوا حدا كمان اكله. ما انا اللي فات اجار 100 الف قصه و100 وزير عم بيحكي فيه و100 شخصيه عم تحكي فيه ما بيقعد 25 يوم بفلاش. طيب وين العدل؟ ما في فايد ما في فايد انه قد ما واحد يحكي ما في فايد. وكمان بحب ضيف انه لما كنت فوق برومي عندي شغله انه دائما بس اتذكرها انه بقعد بفكر بينه وبين حالي واللي هني اهلي انه كمان مش انا بس المحبوس اهلي كمان محبوسين معي بذات الوقت. بس انه كنت ضلني اجرب قد ما في انسى وضيع وقتي وضلني انبسط وخلص انه انسى انه بحبس انه خلص شباب بين بعض وقاعدين كيف مدرسي داخلي انه خلص عايش وقت وحفل. كيف كان في مشاغل ومشاغل مثلا مصانع خشب وكل شيء بتاخذ شهاده وتطلع فيها لبرا وبتشتغل فيها برا وكل شيء. بس حضرتي ما كنت انزل على ولا مصنع لانه ما كان لي جديد طول. اول شغله انا شغله كان مثلا بشو الساعه 8 الصبح يخلصوا تقريبا على ماكسيموم على 1 ونص المشاغل. انا بالوقت شو اعمل مثلا نقوم نسهر بالليل ضيع وقت لما صرنا سهرانين للساعه 5 6 الصبح على ورق 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 وطق حالك وتنكيت وحكي بين الشباب. كون بالغرفه مثلا 6 7 ماكسيموم نقعد وكلياتنا نكون رفقه واخوه اعز من اخوه جوا لانه ما في حدا ما لك حدا غير صاحبك جوا بتشوفه اكثر ما بتشوف اهلك. اذا صار شيء معك شي نهار حتلجأ لصاحبك واللي معي مثلا لاصحابي واللي مع اصحابي لالي وكل شيء هيك. بنام مثلا 5 الصبح نوع على الساعه 2 الساعه 2 بيصير وقت التعداد واللي هو بسموه تقويش تقويش البواب عندنا هيك فوق بالغطب فوق انه التعداد بفوتوا بيعدوا كم واحد بالاوضه بيتاكدوا بيقوشوا عليك الباب. هلا بهالفتره بس يقوشوا عليك الباب كمان بتفوت بتتحمم وكل شيء ونقعد ونشطف وننظف الاوضه. اهم شيء كانت النظافه فوق ننظف الاوضه وكل شيء وتنظيف ما تنظيف. بيجي وقت الغداء وبيجيبوا لنا الغداء وقت العشاء وكل شيء بيرجع كمان زيت النار. تاني شيء الساعه 7 الصبح بيفتحوا لنا الابواب الساعه 8 كمان بيفتحوا لنا الابواب بنطلع لبرا في مثل الكوريدور هيك طويل شيء 20 30 متر كل الكوريدور فيك تتمشى يعني تروح وتطحنك وتجي بتتحرك شوي احسن ما تضلك قاعد على التخت ما ادري شو بالاوضه. وبيجي هيك على الاخر في باب مسكر هونيك ما فيك تطلع يعني هونيك بتوقف بطل فيك تمشي تتخطى هذا الباب. وهيك ما حسيت حالي وحيد او مالي حدا لا لانه جوا ما عندهم فرق خلص اسمك سجين مثلك مثلهم يعني جاي تقضي حبستك وتفل. وإذا قدرت تضبط اخوي وانا كثير ضبطت اخوي شباب فوق ولهلا يعني بعدني بس طلعوا الشباب وانا طلعت ونتواصل سوا وكل شيء يعني بتربي جوا صاحب خي بمية صاحب برا لانه وافي جوا خلص شو اللي بيصير عليه بيصير عليك واللي بيصير عليك بيصير عليك لبعض وما حدا ما حدا بيغدر بجوا وما حدا بيكب حرام او كذا لا بتربي صاحب بتقعد. انا هيك مثل ما عملت ربيت صاحبين ثلاثه وقعدت معهم يعني كل حبست ببساطه ما بكذب عليكم ما حسيت انه لا اني محبوس واقعد ابكي ودق الجرم بالحزم ومدري شو لا ما عندي منها ما كان في منها الحركات انه لا عادي. كان كل جمعه تطلع لعندي امي توجهني جيب لي اغراض نقعد نقسم الاكل بيني وبين الشباب ونتغدى وكل شيء. وكذلك الامر بس يواجهوا الشباب امهاتهم بجيبوا كمان الاكل نقعد نفرش السفره وكل شيء نقعد ناكل كلياتنا سوا انه ننسى انه خلص. بس وانا اكثر شيء واحد بيزعر انه زم ربي صاحب مزبوط وخلص اجى هداك وقته يفل ينخلص ابيله وانا بيتضايق انه خلص انه هذا صاحب يفل انه مين بعد اللي هون بيرجع لا بيربي اصحاب تانيين وبيجوا هيك واحد بده يضيع وقته فوق طحنك. وكنا نهرب تليفونات بالمخفي بلا ما حدا يعرف لانه عنا الطابق كان ممنوع. كنا نهرب تليفونات بالمخفي يعني اذا في واحد يجيب تليفون بضبه معه وكل شيء بلا ما حدا يعرف وبدق لاهله بيطمن عليهم كل يوم بيحكي مع اخواته واهله وبي وامه وكل شيء. يعني كمان هيدي كمان بتريح النفسيه ما انه بتزيد عليك لا خلص بس واحد يسمع صوت اهله فوق بيرتاح شو من كان بينسى شو من كان تعبه وزعله وهمه بينسى خلص سمع صوت الوالد وسمع صوت الوالد وكل شيء بترتاح نفسيته بيرجع تاني نهار كمان انه خلص بطل في شيء اسمه يأس. وهيك انبسطت يعني بحبستي وحتى لما اجى اخلاق سبيل انه عادي مش انه ايه بكره فالي ولا ما فالي لا عادي انه شغله عاديه وكوني يعني متعود يعني كنت بداخلي قبل فوق مثل الداخلي يعني ونظام ونظام وترتيب ونظافه وحمام وكل شيء. وهي بتقعد فتره وبتفل طلعت من الحبس ومش انه اثرت علي كثير على الحبسه انه
انه خلص صارت بفكري وكيف ما اطلع بالعالم انه لا اني كنت محبوس وبوطي راسي وما بطلع بالعالم لا انه خلص عادي انه يعني بديت تغلب على الشغلة يعني بالاخر خلص طلعت انه اذا بضلني افكر بالحبس لا في امشي ولا في احكي مع حدا ولا في اتجوز يمكن لبعدين ولا في ما في اعمل شيء لا انه يعني قد ما في بدي خلص انه جو الحبس حبس وحريه حريه ولا عم بتاقلم شوي شوي وعم برجع قبل مثل ما كنت روح واظهر واجي وطق حنك مع الشباب وضيع وقتي وانبسط انه خاو انه شو في هالحياه ما بدي انبسط يعني شو ضلني فكر اني لا كنت بالحبس وكنت غلطان وكنت موقف وكنت ويعني اذا بدي اطلع على يعني الميل السيئه ما حعيش ما حظبط معي لا في بعدين اشتغل ولا في اعمل شيء وكله بتصير مثلا يقول انه لك هذا كان سجين ومدري شو وصيته وصيخ لا بدي اتغلب على الشغله كمان انه المجتمع اللي حوالي كمان ينسى الشغله انه كمان اقدر اكمل يعني واعيش مرتاح وانه عادي ما اثرت علي الحبس ما اكذب عليك ما اثرت علي بس انه اثرت من ناحيه اهلي بس من ناحيه اهلي انه كيف تشمشط وكيف تعذبوا انه كمان انه الحبس ما انه شيء هين يعني انه مش انت بس بتنحبس مثل ما قلت اهلك كلهم بينحبسوا انه امك كمان بتنحبس شو امك شو الله جبرها مثلا تطلع من عندك من هون تطلع محمل الاغراض ومش حتطلع امك مش شايله اخذت لك شيء اكيد لانه ما حدا بيعرف شو هي الام مثلا كنت انا الا لامي ما تجيبي لي شيء امي لا بتروح وجايبت لي اكل وطبر ولات واغراض وهي غير المصروف بتحط لي اياه جوا دخان و100 الف قصه فهمت علي كيف يعني ما انه عذاب ذاتي كمان للاهل ومثلا اخواتك مثلا اذا عندك اخوات بنات انه كمان عندك عالم مثلا عنده اخوات بنات ما بيقدر يشوفون كل حبسته ما بيقدر يشوفون لانه شو الله جبرها اختك تطلع مثلا توصل على رومي تتشمشط مثلا لتفوت مدري كم الف بوابه لتوصل لعندك وتسمع لها 100 الف كلمه من 100 الف شاب يعني ما انت مش حترضاها على حالك اول شغله فهمت علي كيف مش حترضاها على حالك هتقول لا انه بلا ما تيجي اختي ولا مثلا اوقات بلا ما تيجي امي ولا كل خليها تيجي بالشهر كل شهرين مره اريح لي بس انه خلص بس تطلع برا بدك تتغلب على شيء بدك تنسى هالشيء واذا قدرت تنسى يعني برافو عليك يعني شغله مهمه اذا قدرت تنسى خلص نسيت بس ما بتضل صوصي يعني قد ما تجرب تنسى بتضل صوصي يعني كيف ما تطلع الا ما في شيء يذكرك انه انت كنت سجين كنت عامل شيء غلط كنت مثلا عليك شيء مثلا انا هيك يعني بضلني هلا قد ما كان الا ما يكون في شيء برجع يذكرني وهيك بس قد ما في عم جرب شوي شوي وكمان برجع بقول انه كانت تجربه هلا مزبوط منا حلوه وشوي بتزعج بس انه مبسوط لانه غيرت لي حياتي هالتجربه انه صرت اعرف مثلا الصح من الغلط واللي هن مثلا انه قبل ما افوت على الحبس انه كنت طايش وين ما اروح ما تفرق معي مثلا ما كانت تفرق معي شغله ولا شيء يفرق معي انه هلا بس طلعت من الحبس لا انه بطلت مثلا قللت ظهراتي من البيت مثلا مش كل اصحابي صرت اعرف مين نقي اصحابي عارف نقيهم واحد واحد وبعدين تجي خبرة الحبس مثلا الواحد كل ما يقعد يطول فترة يصير مثلا عنده خبرة مثلا بس يطلع بالشخص بيعرف شو هو هذا البني آدم دغري بيقفره بيطلع فيه بيعرف شو هو مصلحجي أناني كريم كل شيء بيعرفه عنه بيطلع فيه هيك بس نظرة غيرت لي كمان كتير هالتجربة بحياتي كتير تغيرت صرت مثلا لا احترم أمي أكتر وقبل انه ما كنت تفرق معي لا أهلي ولا بلوط ولا تقول لي امي ما تروح هون لا روح وما بطنش وما ادري شو كمان هيك اخر شيء انه توقفت لانه ما سمعت كلمه امي لانه يعني اما توقف قالت لي كثير امي ما تروح مع هدول الشباب ما تروح انا لا روح وطنش وما ادري شو واخر شيء من ضروني هالشباب ما في غير من ضروني بس لا هلا طلعت من الحبس بعرف مين نقي اصحابي واحد واحد وبعرف شو عم بعمل وكل مثلا بعرف انه المشاكل ما بتفيد تعاطي والمخدرات هذا كله ما بيفيد والسرقة كله ما بيفيد واخرته وين بدك تروح بدك ترجع على الحبس وشو عملت يعني بحياتك ما عملت شيء يعني كل هذا كل شغلك وتعبك راح ضيعان وتعلمت انه ما اغلط مثلا قبل ما فوت على الحبس عنا عادي ببيروت ما بعرف كيف عادتهم هون انه واحد يمزح باخت الثاني مثلا بيقعد بيسب له مثلا الاخت الثاني وهذاك الشخص انه عادي قانونيا ما بيحكي شيء بينما فوق انه يعني اللي بدك يمزح فيه الا الاخت والشرف والعرض وكل شيء انه انا كمان افوت الحبس يعني عندي الاخت احمد
انه هلا انه كمان بس كنت كتير امزح مع شباب رفقاتي، بس الله انه تعلمت كمان ما امزح مع الشباب ومدري شو. وك ها خبرة الحبس. هلا وصلت كمان فترة بيني وبين حالي، صرت افكر انه حياتي قبل ما فوت الحبس انه تميزت بين يعني كوني غير عن العالم، كوني اسود، في كان كتير تميز يعني كنت بين العالم، مثلا بس امشي يقولوا لي يا شوكولا ومدري شو، انه تميزت انه بينما بس فوت الحبس انه لا ارتحت جوا بالمرة، انه بحياتي قد قعدت فوق بحياتي ما سمعت حدا انه حكي معي او ميزني لاني اسود او لا، بالعكس لانه جوا جوا انه كنا اخوه وما في داعي للكلام وبتجرح مثلا الشخص او لا، كنا ياتنا اخوه ما في تمييز يعني، ما خص اللون وما خص من وين جاي وين شو اصلك، لا كلياتنا اخوه وكلياتنا لبعض يعني وبتضيق بنوقف حد بعض، فانه هاي كمان انه كان هاي شغلي شوي انه بتضايق انه لك برا بالحريه كيف انه العالم بتضايقك ومدري شو، وجوا ما حدا جوا اللي لازم العالم تستلمك وتتمسخر عليك ومدري شو، ما حدا بيحكي معك وكله لراسه وقاعد انه خلص واحد جاي يقضي حبسته لراسه انه شو ليجي يعمل مشاكل ويتمسخر عليها ويتمسخر عليها، انه هي كمان شغله انه بتنحط انه بوجهه النظر يعني شغله سلبيه، انه قد ما كان قد ما فكرت فيها بطريقه ايجابيه بتضلها سلبيه، انه بقول لك بالحريه مطرح ما الواحد انه في روح ما بده وما يجي يعمل بده اياه، انه لك كيف تنهي كرامته مدري شو بنحط بمواقف حرجه ومدري شو، وجوا ما حدا بيتعاطى معه ورواق ولا راسه الزلمه، وما حدا حكي معي جوا انا وعادي بالعكس كنا اخوه، ما حدا بعمره وجع لي كلمه، لانه صحيح انه كنا نعمل انه اوقات نمزح مع بعض ونطق حنك ومدري شو نستلم بعض، بس انه جديه ما حدا كان ياخذها وما حدا ولو حدا اخذها انه مثلا يروح يعتذر منه وكذا، مش نحط حرقه بالقلب. وهيك مشاريعي شغله حلوه هاي المشاريع، اول شغله مقرر هلا بدي اشوف انه لما توقفت انا كنت عم بشتغل على وراء اليو ان امم المتحده، الحمد لله ظبطوا ومشي حالي، هلا ناطر بس يجي التوطين باذن الله لاشوف يعني اي بلد حسافر، يا كندا يذر كندا او السويد، ومقرر هلا سافر من هون اطلع من هالبلد هي اهم شغله هلا، وهونيك ارجع اروح اكمل علمي مطرح ما وقفت وادرس، وكمان ارجع انه بلش حياتي عن اول وجديد، خلص انسى كل شيء بقى صار معي وارجع عن اول وجديد باول طريق درس ومدرسه وكل شيء وشغل، وساعد امي شوي شوي وضب شويه مصاري وفوت بنادي باسكت، وارجع كمان كمل اللعبة اللي بحبها واكتر شي بعشقها كملها لشوف لوين بوصل بإذن الله، والشغلة الوحيدة اللي بتمنى اني تحقق حياتي اني صير لعيب باسكت بول، وفي مرة كمان كان في مثل بيج تورنمنت للريد بول الكاتراز هون بلبنان، فاشتركت فيها out of 64 players وطلعت الرابع بالتورنمنت كلياتها، عمري يعني بانه كبير وما وصلت لي فرصه كتير لاتدرب وكذا، بس انه شغله بحبها وحطيت راسي فيها، مبسوط لو ما طلعت الاول ولا ما طلعت النور بحت شيء، بس مبسوط بضلني انه عندي هالشغله بهواها وبدي اكمل فيها لو شو ما صار، ان شاء الله يصير معنا خير ان شاء الله خير يا رب. أنا بمدرسة داخلي عمري 15، بنزلت بويك أند على البيت، بس اشترفت أمي عم تسلم عليه، بقى تسألها عنا وعن خيي، قامت سألتها كيف خيي، قامت قالت لها إنه الله يفك أسره، هون أنا انصدمت وتضايقت وزعلت على خيي إنه، خفت إنه فكرت إنه خلاص حبطل شوفه، بكيت وانقهرت من أمي إنه ليه ما خبرتني دغري مع إنه أنا كان لازم أكون عرفانة، بس إنه ضليتني هيك قوية قدام أمي لحتى إنه هي تحس إنه في حدا حدا وهيك. بالفترة يلي خيي كان فيها جوا أنا رفقاتي بالعكس كانوا كتير مناح معي، بس الناس تغيرت إنه تغيرت نظرة الناس لإلنا، كانت كل ما نكون حاملين أغراض بدنا نطلع لعنده، كنت أتضايق أنا، حتى الناس كانوا يحكوا إنه أوكي بيستاهل وهيك، يمكن لأنه أنا كنت أخته كنت متضايقة إنه لا ما بيستاهل، أو يمكن كنت حس بعض الأوقات إنه بلا بيستاهل ما كان يعمل هيك ما كان لازم يعمل هيك،
بس انه حسيت حالي انه اول مره طلعت زرته فيها حسيت حالي تقربت عليه اكثر. كنت اول مره ببكي انه ببكي كرماله. كنت حاسه حالي انه لا كان بدي اياه يروح معي ما يضلوا جوا. كنت كل مره عم بطلع زوره اكثر كنت عم بتقرب منه اكثر. كان هو كثير كان متضايق انه انا تاثرت انه متاثرت بهالشغله. بالفتره اللي خيي ظهر فيها انا كنت بعدني بالداخله ودقت لي امي وقالت لي انه في حدا حابب يحكيكي وبس حكاني. انا انصدمت بكيت حتى ما كان واضح الكلمات اللي كنت عم بقول لها بس كل اللي فهمه انه انا حانزل اشوفك. بس نزلت حسيت انه لما عم بطس انه اقرب بكثير اكثر من لما كان بالحبس. مع انه هي كان فتره هو بعيد عني. لما اجى صرت احس انه انا بامان معه انه رفقات امي كانوا منيح معنا بس الناس اللي حوالينا جيراننا صاروا من النوع خايفين بنفس الوقت مبسوطين. يعني صاروا بعاد عنا بشوي بس انه هيدا ما اثر علينا انه خلص نحن ضلينا مبسوطين انه خي طلع. وحسينا انه صار نازل بنعرف كيف بدنا نقي جيراننا كيف بدنا نقي اصحابنا وخي صار يعرف كيف بدنا نقي رفقاته واي رفقه لازم يمشي معهم اي رفقه لا. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what you're doing.